نتكلم شويه بقى على فكره ايه قصه بدايه البطوله المفضله للاهلي، يعني ليه دوري ابطال افريقيا؟ طب ما احنا كاسبين دوري رقم قياسي على مستوى العالم كله وكاسبين بطولات كتيره جدا، والاهلي من حيث الالقاب عنده بطولات، لكن ليه البطوله دي تحديدا؟ مشوار الحقيقه مشرف، يعني مشوار نادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا الحقيقه مشوار مشرف. هنتكلم على الوصول ل 12 نهائي وده رقم قياسي، والمره دي هو ال 13. نتكلم على 8 ألقاب قدر النادي الأهلي يحققها، والبداية لو حضراتكم تفتكروا 82، يعني 82 كان أشانتي كوتوكو، 87 كان الهلال، فترة توقف بقى التسعينات، والتسعينات دي كانت ليها يعني ظروف وملابسات كده، لكن الحقيقة العشرة الأوائل من الألفية الجديدة كانوا انطلاقة ولا أروع، يعني استعاد المارد الأحمر مكانته وعرشه في القارة الأفريقية في 2001 بالفوز بدوري الأبطال مرة تانية. 2005 بقى فترة ذهبية، ليه؟ 2005، 2006، 2007، 2008 أربع مرات بيوصل فيهم النادي الأهلي النهائي متتاليين، كسبنا منهم ثلاث مرات، كسبنا 2005، 2006 النجم والصفاقسي، وخسرنا 2007 أمام النجم الساحلي في القاهرة، و كسبنا القطن الكاميروني في 2008 في جروة المباراة اللي فكرت حضراتكم بيها في السادسة، واستعرضنا التتويج مراسم تتويج النادي الأهلي بيها يمكن من أيام بسيطة جدا، وكانت برضو بتتلعب في شهر نوفمبر. بعد كده 2012 2013 كانت طبعا 13 دي كانت النسخة الأخيرة اللي فاز بها النادي الأهلي، رغم إن احنا وصلنا بعدها مرتين برضو للنهائي، يعني الأهلي بعد احنا فزنا 2013 دوري أبطال، 2014 كونفدرالية، وصلنا نهائي دوري أبطال قدام الوداد 2017 وللأسف الشديد جدا خسرنا البطولة، وصلنا في 2018 قدام الترجي وبرضو وصلنا للبطولة، لكن المشوار مشرف جدا. احنا لخصنا لحضراتكم مشوار النادي الأهلي في دوري الأبطال في التقرير اللي هنتابعه مع حضراتكم دلوقتي، وأرجع لكم مرة تانية في السادسة. الأهلي صاحب الأرقام، الأهلي الرائع هنا في هذه الليلة، السيادة والريادة، الفرحة كبيرة، الأهلي دائما وأبدا هو سيد الألقاب. مع اقتراب ساعة الحسم لنهائي القرن المنتظر بين قطبي الكرة المصرية فريقي الأهلي والزمالك بدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل، وسط اهتمام قاري وعربي وعالمي كبير بهذا الكلاسيكو المرتقب الذي يأتي لأول مرة في المباراة النهائية لمسابقة الشامبيونز ليج، تدخل كتيبة الشياطين الحمر اللقاء وهي صاحبة التاريخ الأفضل في النهائيات القارية، حيث يعتبر هذا النهائي رقم 13 للفريق الأحمر بأبطال إفريقيا. حيث سبق وصعد لنهائي البطولة القارية 12 مرة من قبل، حقق فيها اللقب في 8 نسخ ليصبح نادي القرن صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالأميرة الإفريقية. الأهلي صاحب الأرقام، الأهلي الرائع هنا في هذه الليلة، السيادة والريادة، الفرحة كبيرة، الأهلي دائما وأبدا هو سيد الألقاب. بينما لم يحالفه الحظ في الظفر بالكأس القارية في 4 مرات أخرى. كانت بداية الأهلي مع نهائيات دوري الأبطال في نسخة البطولة الإفريقية من عام 1982، حيث التقى أشانتي كوتوكو الغني، وانتهت مباراة الذهاب في القاهرة بفوز الفريق الأحمر 3-0. وتعادل الفريقان في كوماسي 1-1. كما تواجد الأهلي في نهائي البطولة عام 1983 ليلاقي كوتوكو، حيث تعادل الفريقان في القاهرة 0-0 وخسر الفريق الأحمر في كوماسي بهدف نظيف. عاد الأهلي ليتواجد في نهائي البطولة عام 1987 ليلاقي الهلال السوداني، حيث أقيمت مباراة الذهاب بأم درمان وانتهت بالتعادل السلبي، وفاز الفريق الأحمر في القاهرة بثنائية نظيفة.
فيما تواجد المارد الأحمر في نهائي البطولة عام 2001 ليلاقي سان داونز الجنوب إفريقي، وتعادل الفريقان في بريتوريا بهدف لمثله. ثم فاز الفريق الأحمر بالقاهرة 3-0. كما تواجد أبناء قلعة الجزيرة في 2005 بنهائي البطولة ليلاقي النجم الساحلي التونسي، وتعادل الفريقان في سوسة 0-0، وفاز الفريق الأحمر في القاهرة 3-0. كذلك صعد الأهلي للنهائي في 2006 والتقى الصفاقسي التونسي، وتعادل الفريقان في القاهرة بهدف لمثله. ثم فاز الفريق الأحمر في رادس 1-0. ماشي جادي وبعمل لوبار عالية ويطلع لعب الكرة تاني على طول وتترد وهوبا جول. للمرة الثالثة على التوالي يتواجد الأهلي في النهائي عام 2007، حيث التقى النجم الساحلي التونسي وتعادلا في سوسة 0-0، ثم خسر الأهلي في القاهرة 3-1. وللمرة الرابعة على التوالي يتواجد الأهلي في نهائي البطولة عام 2008، حيث التقى القطن الكاميروني وفاز الفريق الأحمر في القاهرة 2-0، ثم تعادل الفريقان في جاروا 2-2. وفي نسخة 2012 تواجد الأهلي في النهائي للمرة التاسعة في تاريخه، حيث التقى الترجي التونسي وتعادلا في الإسكندرية 1-1، ثم فاز الفريق الأحمر في رادس بهدفين مقابل هدف. وكرة خطيرة وكرة من وليد سليمان والهدف الثاني، الهدف الثاني وليد سليمان. وتأهل الأهلي إلى نهائي البطولة عام 2013 حينما التقى أورلاندو الجنوب إفريقي وتعادلا في جوهانسبرغ 1-1، ثم فاز الفريق الأحمر في القاهرة 2-0. ويعد اللقب الثامن في تاريخ الأهلي بالبطولة في نسخة دوري الأبطال لعام 2017، حيث واجه الأهلي فريق الوداد البيضاوي المغربي وتعادل معه ذهابا في برج العرب بالإسكندرية بهدف لمثله، قبل أن يخسر إيابا في الدار البيضاء بهدف للا شيء. أما آخر نهائي إفريقي تواجد به المارد الأحمر كان في الشامبيونز ليج القاري نسخة 2018، حيث تقابل مع الترجي التونسي، وفي مباراة الذهاب بالإسكندرية فاز الأهلي على أبناء باب سويقة بنتيجة 3-1، بينما خسر في لقاء العودة بملعب رادس بثلاثة أهداف دون رد. الأهلي صاحب الأرقام، الأهلي الرائع هنا في هذه الليلة، السيادة والريادة، الفرحة كبيرة، الأهلي دائما وأبدا هو سيد الألقاب. هو يعني المشوار ما نسيناهوش عشان نفتكره، والأهداف دي محفورة في قلوب وعقول الأهلاوية، كادر كادر وشوت شوت ولعيب لعيب، يعني جملة الكبار جدا اللي متعونا على مدار ال 30 سنة الأخيرة اللي فاز بيهم الأهلي بثمان بطولات مش ممكن أبدا الأهلاوية ينسوهم. لكن خليني أقول لحضراتكم برضو ملحوظة صغيرة كده، إنه الأهلي في النهائيات تحديدا ما بتفرقش قوي معاه بنسبة كبيرة، يعني ما بتكلمش على قاعدة بنسبة 100%، يعني الملاحظة دي أنا خدت بالي حتى منها وإحنا بنحضر التقرير، ما بيفرقش معاه ملعب المباراة، وبالعكس في أوقات كتيرة جدا في بطولات حسمت على ملعب الخصم، يعني طبعا أهمها وأشهرها ماتش الصفاقسي اللي تعادلنا فيه 1-1 هنا، ورحنا هناك كسبنا 1-0 بجون تريكا في آخر في اللحظات الأخيرة من المباراة. لكن في أوقات كتيرة جدا واحنا بنتكلم على انه اغلب خدوا بال حضراتكم برضو بصوا لحجم المنافسين، يعني اذا كنا بنتكلم على شانتي كوتوكو في الثمانينات كان فريق مش سهل خالص، يعني اطلاق كان فريق مرعب،
بنتكلم على طبعا ما كانش ممكن نتكلم طبعا الكره الافريقيه ما كانش فيها احتراف الكم الكبير جدا من المواهب في اوروبا، فانا اغلب نجوم القاره كانوا موجودين فيها، فكانت البطولات بتبقى صعبه، ناهيك على انه كان بيبقى فيه ضغط جماهيري رهيب في الملاعب الافريقيه، كان بيبقى فيه ملاعب مش مؤهله انك انت تلعب كره حلوه او انك انت تلعب كورتك يعني زي ما بيقولوا، فالظروف الى حد ما كانت في البدايات إقامة صعبة، رحلات سفر عنيفة، يعني في حدود معلوماتنا في بعض الأوقات كان الفريق النادي الأهلي بيسافر لقاءات خارج مصر بطيارات عسكرية لأنه ما فيش خطوط طيران، طيران مدني يعني بين مصر وبين الدول دي. لما نيجي نتكلم على الألفية الجديدة، أنت كنت بتلعب طبعا كان فيها هيمنة كبيرة جدا من النادي الأهلي على بطولات القارة الأفريقية، احنا بنتكلم تقريبا على انك حصلت تقريبا على نسبة 40 او 50% 40% من حجم البطولات اللي اتلعبت في العشر سنين الاولانيين، وبالتالي فريق واحد مسيطر على لقب اهم بطولة في القارة، وصلت لخمس بطولات، نسبة نجاح في الوصول للنهائي بس 50%، يعني انت الفريق الوحيد اللي تقدر توصل في اول 10 سنين ل 50% من المباريات النهائية للبطولة. ده طبعا نهائي 3-1 3-0 في القاهرة، ده ماتش النجم الساحلي 3-0 برضو. فعشان كده بقول لحضراتكم في الماتش في المباراة النهائية دايما الاهلي ما بتفرقش معاه لا الملعب ولا الجمهور، يعني القصة دي حصلت معانا كتير جدا، من كوتوكو للهلال للقطن للترجي للصفاقسي. السنة دي المباراة يعني هو النهائي الأول من نوعه اللي يكون من جولة واحدة، يعني ما حصلتش قبل كده في تاريخ مشوار الأهلي إنه لعب نهائي بطولة دوري أبطال من مباراة واحدة، كل الماتشات كانت بتبقى ذهاب وإياب. لكن طبعا إنه يبقى على ملعبنا ده في على استاد القاهرة يعني، وأنا بعتبر استاد القاهرة ملعبنا، يبقى فيه طبعا ناحية إيجابية. كمان طبعا النهائي الاول من نوعه انه بيقام من لفريقين من دوله واحده الاهلي والزمالك، وده طبعا برضو اعتقد انه بيخلق حافز اكبر عند لاعبتنا. على كل الاحوال نتمنى طبعا ان الروح الرياضيه تسود، يعني في النهايه ده مظهر عام للكره المصريه بشكل كبير، مش بنتكلم بس على الاهلي والزمالك، احنا بنتكلم انه ده مكسب للكره المصريه انه مصر تستضيف البطوله دي، ونتمنى ان شاء الله باذن الله انه اللاعبين والاجهزه الفنيه يبقوا على قدر المسؤوليه. الصوره مسؤوليتكم، يعني ما اعتقد مع عدم وضوح رؤيه بالنسبه للجماهير، بس حتى يعني لو قلنا انه تمت الموافقه على انه يكون في جماهير هيكون اعداد محدوده جدا، ما اعتقدش انها هتكون مؤثره على الاطلاق لا قدر الله في حاله اي خروج عن النص. صوره المباراه، شكل المباراه، صوره مصر قدام العالم هتكون مسؤوليه ال 22 راجل اللي موجودين في الملعب، واعتقد انكم فاهمين جدا انكم قد المسؤوليه، وطبعا الاجهزه الفنيه طبعا هيكون ليها دور مهم جدا. يفوز الاقدر، يفوز الاكثر توفيقا، يفوز الاشطر، يفوز النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله نتمناها كده، لكن في النهايه نتمنى ان الروح الرياضيه تسود. طيب نروح للناقد الرياضي اسامه السويسي، هيكون معانا من خلال الفيديو كونفرنس، طبعا واحد من الاهلاويه الجمال هيكون معانا من خلال الفيديو كونفرنس في السادسه. مساء الخير يا استاذ اسامه. مساء الخير عليك يا استاذ احمد وعلى كل المشاهدين وعلى كل مشاهدي قناه البيت الكبير، شاشتنا الكبيره وبرنامج السادسه المتالقين فيه باستمرار باذن الرحمن. شكرا لحضرتك. خلينا اتكلم معاك على اجواء ما قبل المباراه، ويبدو انه الاجواء سخنت، احنا طبعا مستنيين الماتش ده يمكن، او جماهير النادي الاهلي مستنيه الماتش ده بقى لها اكتر من شهر، لكن يبدو ان الاجواء سخنت جدا ودخلنا في حاله مرحله الاشاعات بقى ومرحله تكسير العظام والى اخره. عايز اعرف رايتك للمشهد النهارده، نتكلم على كمان فكره الحضور الجماهيري من عدمه، يهمني اسمع كمان رايك فيها. طيب خلينا نبدأ واحدة واحدة بخصوص الإشاعات. الإشاعات ده وضع متوقع جدا في الآونة الأخيرة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، بقت مسألة انتشار الإشاعات بقت سهلة، وللأسف الشديد لما يكون مشجع أو واحد عادي مقبول منه إن هو يقول إشاعة لأنه ما عندوش مصدر مسؤول او ما عندوش مرجع يرجع له، لكن للاسف الشديد بنلاقي بعض المواقع وبعض الصفحات وبعض الصحف هي اللي بتنشر الاشاعات. يعني تخيل لما يكون في موقع صحيفه احدى الصحف الكبرى ويقول لك انباء عن اصابه مثلا فلان من النادي الاهلي بفيروس كورونا. طب هي دي فيها انباء؟
هي دي فيها يا ابيض يا اسود، ايوه دي عينات بتتسحب، مسحه بتتاخد من اللعيب وبتتعمل له تحليل وبيطلع يا اما ايجابي يا اما سلبي، ما فيهاش حاجه فيها انباء وما فيهاش حاجه فيها اجتهادات. يا جماعه المساله مش بالصوره اللي احنا واصلينها دي. وعلشان كده انا بناشد جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي، ناديك نادي محترم، ناديك نادي بيتعامل بمنتهى الشفافيه ومنتهى الوضوح لا، مع واسمح لي كافه اسمح الامور. لي يا استاذ اسامه، يعني في الجزئيه دي ما اعتقدش انه في حاجه تتخبى، يعني حتى الاهلي تعامل، اداره النادي الاهلي تعاملت بمنتهى الشفافيه، والحالات اللي اصيبت تم الاعلان عنها. ما هو انا ده اللي انا بقوله، بقول لك ان النادي الاهلي ناديك نادي محترم جدا، نادي بيتعامل بمنتهى الشفافيه والوضوح مع كافه الامور، مع كافه الامور، وهو اللي بيبادر. وعندك مواقع النادي الاهلي، وعندك صفحات قناه النادي الاهلي، وعندك صفحات النادي الاهلي على السوشيال ميديا والموقع الرسمي، هي دي المرجع اللي المفروض ترجع له. وما تدورش على الاشاعات وما تبحثش عليها وما تضيعش وقتك والفيصل في موضوع المساحات، عشان الناس كلها تبقى عارفه هي مسحه الاتحاد الافريقي الكاب اللي هي المفروض هتبقى بكره، إن شاء واللي الله بكرة نتيجتها الصبح. ان شاء الله ان شاء الله هتكون يا اما مساء يا اما تاني يوم، والمساله هتبقى واضحه وضوح الشمس، وهيبان الشمس فين والقمر فين، والدنيا هتبقى سهله، نتمنى وان شاء السلامة الله كل للجميع، نتمنى السلامة للجميع للجميع طبعا، طبعا، إن شاء الله بإذن الله. للجميع طبعا، سواء هنا او هنا، طبعا. دي مساله مفروغ منها ومحسومه تماما. حقيقي. بالنسبة للمباراة إن شاء الله كل التوفيق، كل التوفيق وكل الدعوات للفرسان الحمر إن شاء الله. النادي الأهلي ثقتنا فيهم غير طبيعية وملهاش حدود بإذن الرحمن. أي 11 راجل في الملعب قادرين على الدفاع عن ألوان النادي إن شاء الأهلي الله. وعلى تاريخ واسم النادي الأهلي العريق في أهم منعطف في مسيرة هؤلاء اللاعبين وهذا الفريق من الجيل الحالي من اللاعبين. صحيح بقالنا 7 سنين الأميرة السمراء بتتدلى علينا وغايبة عن خزائنها المفضلة في الجزيرة، ولكن أملنا كبير إن شاء الله إن الفرسان الحمر ومعاهم مدربهم القدير بيتسو موسيماني قادرين بإذن الله على إن هم يفرحوا الملايين من عشاقهم يوم الجمعة بإذن الله، ويسعدوهم إن شاء الله. ويستعيدوا لقب البطولة الكبيرة ويرجعوا يمثلوا القارة السمراء في مونديال العالم، كأس العالم للأندية إن شاء الله فبراير المقبل في ان قطر. شاء الله، وده اللي احنا عنينا عليه ان شاء الله باذن الله، واحد من الاهداف اللي اتمنى ان شاء الله انه الجيل ده يقدر يحققها. غياب كهربا ووليد لو غابوا، يعني طبعا احنا بنتكلم زي ما قلت لحضراتكم الموقف الرسمي تحدد بناء على المسحه الرسميه اللي هيجريها الاتحاد الافريقي بكره، لكن لو غاب كهربا غاب وليد بالنسبه للجماهير الاهلاويه مش هقول مقلقه، لكن يعني الى حد ما كروت كانت مهمه جدا، لكن في نفس الوقت انا بشوف فرصه لانه في نجوم ثانيه يبقى عندها امكانيه او احتماليه مشاركه كبيره جدا، لابد ان هم يستغلوا الفرصه دي بشكل امثل. مين تتوقع يكون جاهز بديل لكهربا بديل لوليد؟ شوف، كامل التقدير طبعا لمحمود عبد المنعم كهربا، كامل التقدير لوليد سليمان، وليد سليمان تحديدا وجوده في الملعب مؤثر جدا على صعيد الشخصيه، وهو قائد من كباتن النادي الاهلي، وليه دور مهم وليه دور اساسي سواء كقائد في الملعب او بره الملعب. نتمنى له الشفاء التام ان شاء الله. وكمان محمود كهربا عنصر مهم مؤثر كبديل فعال، بينزل بيأدي ادوار تكتيكيه مطلوبه منه من المدير الفني، ولكن لو استعرضنا القائمه الرئيسيه والقائمه الاساسيه هنلاقي ان كهربا ووليد سليمان بيستخدموا كبدائل في المواجهات الاخيره مع بيتسو موسيماني، تمام؟ فبالتالي ان شاء الله باذن الله عايزين نوصل للمباراه وال11 لاعب الاساسيين اللي بيعتمد عليهم موسيماني بيحط خطته عليهم يكونوا جاهزين ولائقين، وثقتنا في اي حد في اي اسم هيكون موجود شايل الفانله الحمراء دي يوم الجمعه ان شاء الله باذن الله هيكون قادر على الدفاع عنها ان شاء الله في اهم مباراه تمثل مفترق طرق بالنسبه لهؤلاء اللاعبين والجمهور النادي الاهلي، يسعدوهم ومش عايزين حد يضغط عليهم، عايزين نتعامل بمنتهى الهدوء وبمنتهى الثقه، نديهم الثقه التامه علشان يعرفوا يركزوا ويطبقوا الفكر بتاعهم في المباراه وفي البطوله. بالنسبه للحضور الجماهيري اتمنى ان شاء الله ان المساله
تكون بادرة لعودة الجمهور اللي وحشنا جدا. غياب الجمهور عن المدرجات وحشنا جدا، واحنا كأهلوية بنحس بغياب الجمهور ده بشكل مؤثر جدا، لان الجمهور هو لاعبنا رقم واحد مش لاعب 12. فبالتالي جمهورنا مؤثر جدا ووحشنا جدا، ونتمنى ان شاء الله نشوفه ان شاء الله باذن الله. واعتقد انه مش بس عشان المدرجات ما تبقاش فاضيه، لكن كمان اعتقد ان وجود الجمهور هيخلي الصوره تطلع، البورتري او التابلو ده يطلع في احسن شكل قدام العالم كله. بشكرك شكرا جزيلا النهارده الرياضي اسامه السويسي، بشكرك على وجودك معانا متواصلين مع حضراتكم. احنا مش يعني مش مع فكره اي ضغط، احنا عندنا ثقه كبيره جدا في اي 11 اسم هيمثلوا النادي الاهلي، وبندعمهم وكل التوفيق ليهم ان شاء الله باذن الله. واعتقد انه رجاله الاهلي عامله الشغل المطلوب منها ومركزين بشكل الكافي. كل المطلوب ان شاء الله انه يكون في توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، وان يكون يومنا وان الكوره بس ما تكونش مع عندنا، واحنا ان شاء الله قدها وقدود، والتسعه تكون حمراء باذن الله. بمناسبه التسعه، الهاشتاج بتاع السادسه ده اسم البرنامج، ملوش علاقه برقم البطوله، لكن الهاشتاج الخاص بالتسعه هو ان شاء الله باذن الله الحلم اللي بيحلم بيه كل اهلاوي وبيحلم بيه نجوم النادي الاهلي بتحقيق النجمه التاسعه دوري ابطال افريقيا. فاصل ونرجع لحضراتكم على طول.